هبتدي معاك بحديث الساعه. محمد صلاح دلوقتي تم اعلان قائمه سبارتا براغ التشيكي في الدوري دلوقتي. ليفربول عنده لقاء بكره ذهاب دور 16 بطوله اوروبا ومحمد صلاح في القائمه. طبعا انت عارف بقى محمد صلاح شارك هيشارك. عارف ايه اللي هيحصل؟ هيشارك ان شاء الله وشارك في الثلاث ماتشات اللي باقيين ان شاء الله. طب وساعتها ما يجيش منتخب مصر؟ بص انت جايب من الاخر. على طول. لا هي الامور هتتحل ان شاء الله. هي القصه كلها في انه صلاح كان ظروف الاصابه واللي حصل والعك اللي حصل قبل كده احنا وصلنا لان ليفربول في مرحله بيفنش فيها. ومشارك في الاربع بطولات، خد بطوله وفاضل ثلاثه. الدوري الاوروبي وكاس الاتحاد والدوري مظبوط. وفي الدوري هو عنده فرصه كبيره جدا. الدوري عنده فرصه كبيره. هي القصه كلها انا بعتقد يعني بعتقد فكره ليفربول انه هيستاذن ممكن يعني انا ما اعرفش بس صلاح ممكن يروح المعسكر برضه. ده كلوب قال كده النهارده. حتى ما رضاش يتكلم زي ما هو بيندفع كل مره وقال لا لجم نفسه النهارده. قال لك الامور دي بقى قال لك الناس دي خطر ما نلعبش معاهم الاداريه وخلاص. انا بشوف ان العلاقات لازم تبقى كويسه ما بين حسام وما بين صلاح، مش في صالح حد التسخين اللي بيحصل. وحسام فيه جزء كبير ونوعيه كبيره بتسخن فيه. والموضوع مش موضوع تسخين ومش مستاهل التسخين، موضوع بسيط. انا عندي احسن لعيب في العالم، من احسن ثلاثه، بلاش اقول احسن لعيب في العالم، من احسن ثلاثه في العالم، وطول عمره مخلص للمنتخب الوطني، وطول عمره بيتعامل مع كل المدربين مصري او اجنبي بمنتهى الشياكه والجدعنه والنهارده فيتوريا كان ليه تصريحات صحفيه في مجله ابولا البرتغاليه وحرصه على قال شعر في صلاح وحرصه انه يكون موجود في المنتخب وحرصه على انه بيحب تيشيرت المنتخب وحرصه على ان المنتخب بصراحه طول الفتره اللي فاتت صلاح مع كل الناس. فالقصه بتاعت تسكين حسام وان يبقى فيها كده لا الحاجات دي ما تنفعش، لازم تبقى العلاقه كويسه